الإسماعيلي تركت السهولة بالنسبة لمهاجمي النادي الأهلي لأنه تكون عندهم فرص أمام المرمى. الشوط الثاني كان مغاير جدا، لعبنا بطريقة سريعة للأمام، كرات قصيرة، استحواذ إيجابي للأمام، كلل بهدف جميل، وكان ممكن أيضا كانت في لقطة أو لقطتين يمكن أن نقتل المباراة. كنا نبحث عن قتل المباراة، لكن كان ضغط الأهلي كمان يعني كبير في الشوط الثاني من خلال الكرات العالية ودخول مروان أيضا اللي أعطى يمكن القوة في خط هجومه بالكرات العالية. في اللعب المباشر بتاع الأهلي صراحة أربكنا نوعا ما، يعني ما كناش نتوقع أنه الأهلي اللي عودنا في السنين أنه يلعب كرة نظيفة ويمشي على الأطراف وبكرات قصيرة، فاليوم شفنا شكل مخالف، فلذا يمكن ضياع نقطتين اليوم كانت ممكن بسهولة نأخذها خاصة في الدقائق الأخيرة، لكن هذه هي كرة القدم. احنا فريقنا يمكن في أول مباراة تعتبر تحضيرية بالنسبة لنا لبداية الموسم عكس الأهلي اللي لعبوا مباراتين قويتين في بطولة إفريقيا. إن شاء الله نحاول نصحح كل أخطاء ونحاول بعد 3 أيام أمام بتروجيت مباراة صعبة هي أيضا في ملعبنا في الإسماعيلي، إن شاء الله نحاول نرجع اللعيبة اللي كانت غايبة واللعيبة المصابين. اليوم تقريبا ما كانش عندنا لاعب في وسط الميدان، لكن الحمد لله على كل حال شكرا للاعبين على أدائهم وعلى روحهم العالية اليوم فوق أرضية الميدان.